بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق الإنسان في غزة. حقوق الإنسان في غزة، أقصد عموم الحقوق، حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وكأن الطفل والمرأة ليسا من جنس الإنسان عند الأمم المتحدة. أليست تلك الحقوق هي التي تتبناها الأمم المتحدة بفروعها؟ ولست معلقا على هذا التنويع الثلاثي، فالذكر إنسان سواء كان طفلا أو فتى أو شابا أو كهلا أو شيخا، والأنثى إنسان سواء كانت طفلة أو فتاة أو شابة أو كهلة أو عجوزا. والحقوق كلها منحها الخالق سبحانه لكل مخلوقاته، وحددها الشرع الحنيف للإنسان مطلقا، ونصوص الأمم المتحدة في الحقوق المذكورة ليس فيها كلها، في تلك النصوص كلها ليس فيها حصر تلك الحقوق جملة أو تفصيلا، ليس فيها حصر تلك الحقوق لصنف ما من أصناف الجنس البشري. فبأي قانون وبأي نص وبأي حق يحرم صنف من بني الإنسان من كل حقوقه كما في غزة وغيرها؟ وليس الغرض من هذا السؤال طلب الجواب، فالكل يعلم أن التطبيق الحرفي للجانب السلبي من تلك الحقوق لا يقع إلا على الضعفاء والمستضعفين من بني البشر، كأنما تصرفاتهم وحدهم هي مصدر الأخطاء والإفساد والاعتداء على ظهر الأرض. أما ما يصدر من جهة السادة الأقوياء فهو البلسم، وهو عين الصواب، وهو روح العدل عندهم. أليس هذا دليلا قطعيا على أن القصد من التقنين عند الأمم المتحدة ابتداء واتباعا إنما هو لحماية الأقوياء من الضعفاء؟ ومن ثم فإن جل ما يصدر عن هيئة الأمم المتحدة من قوانين إنما هو في الحقيقة استعباد متجدد مستمر
وتسلط وتحكم في الضعفاء على ظهر الأرض، كأن ضعفاء العالم خرجوا من الاحتلال الانفرادي ليقعوا في الاحتلال الجماعي الموحد. فأين حقوق الإنسان جملة وتفصيلا في غزة؟ وها هم مدعو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتفرجون على ما يفعل بإنسان غزة، أي بأخيهم في الإنسانية، يتفرجون على ما يفعل به مثل وفوق ما صوره القرآن الكريم في أوائل سورة البروج، وعلى يد نفس العنصر البشري أي اليهود. فأين دعوة الإنسانية؟ أليس الاعتداء على حقوق إنسان واحد يعد اعتداء على الإنسانية كلها؟ ألم يقل الله تعالى عقب قصة ابني آدم في ذلك الصنف، ألم يقل الله عز وجل في ذلك الصنف الذي عتى واعتدى منذ فجر التاريخ وما يزال اليهود، ألم يقل الله عز وجل فيه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا؟ وهل يقول أحد يتصف بحظ من التوازن العقلي، هل يقول أحد يتصف بحظ من التوازن العقلي إن حقوق الإنسان لم تنتهك جملة وتفصيلا في غزة وفلسطين من قبل اليهود المغتصبين؟ وهل يجد أحد في نصوص الأمم المتحدة بندا ينطق أو يتضمن أن أرض غزة وفلسطين لا توجد على ظهر الأرض، أو أن الإنسان الغزي والفلسطيني ليس إنسانا ولا بشرا ولا آدميا ولا حيوانا ولا جمادا؟ ألم تصدر الأمم المتحدة قوانين تزعم أنها لحماية الحيوان والنبات والإنسان والجماد؟ أليس ذلك برهانا ساطعا على إجماع الأمم المتحدة على مشاركتها وموافقتها ومباركتها ومساندتها للجور والظلم والعدوان، وعلى المناقضة الصارخة بين قوانينها وأفعالها في مختلف بقاع العالم؟ وغزة أكبر شاهد على عبثية المنظومة القانونية للأمم المتحدة. إن أي منصف يستبعد أن يقدر أحد على تصوير أو تدوين كل وجوه العدوان وأشكال الحرمان المسلط من قبل اليهود على أهل غزة وفلسطين، لا يستطيع أحد. وإن تأتى للبعض المهتم أن يصور أو يسجل شيئا من الحرمان والعدوان الظاهري، فهيهات أن يتصور على كل المكر اليهودي من جهة، وعلى الأحاسيس الباطنة والعبرات الساخنة
والحسرات والزفرات من قبل الفلسطينيين، ويحس بحرارتها وتلهبها وتدفقها وتقاذ في بعضها على بعض كحمم البركان في كل لحظة من الليل والنهار، وعند مطلق الأعمار في غزة وفلسطين، إذ كل عوامل الاطمئنان والاستقرار التي يقدر العدو الصهيوني على إتلافها وتبديدها وإحراقها لا يقنع بما دون ذلك إن عجز عما فوقه. ومعلوم بل مسلم أنه يستحيل على اليهود وعلى أي دولة منفردة من دول العالم أن يكون بمقدورها وإمكانها أن تواجه وتصمد أمام دول العالم سواها لو اتحدت تلك الدول وتآزرت ضدا على تلك الدولة المنفردة مهما كانت قوتها. وهذا برهان آخر لا يدافع على أن غض الطرف عن اليهود من قبل أكثر الدول هو الذي جرأ اليهود وأطلق أيديهم وألسنتهم في إفساد الأرض وإرهاب العباد، حتى إن معظم القنوات الإعلامية العالمية لا تسمي اليهود بالصهاينة ولا بالمحتلين ولا بالمجرمين ولا تسمي بني إسرائيل هكذا، بني إسرائيل إسرائيل، وقليلا ما نسمع إسرائيل المحتلة أي التي احتلت وليست هي احتلت، مع أن عادة القرآن وعرف القرآن وأسلوب القرآن أنه حينما يكون في سياقه ذم وتوبيخ والطعن والتحذير من بني إسرائيل فإنه لا يسميهم بني إسرائيل إنما يسميهم اليهود أو الذين هادوا، وحينما يتحدث عن أحوالهم العادية يسميهم بني إسرائيل. هذه عادة القرآن. وما لم يبادر عقلاء العالم إلى إلجام اليهود وقمعهم فإن جشعهم وغرورهم سيكتسح العالم كله، إن غرورهم وجشعهم لا يقف عند حد ولا يقنع بتحقيق أي هدف، وإن جرائم اليهود في فلسطين لا ينكرها أصم ولا أعمى، غير أن أهل غزة ومجاهدي فلسطين صنعت منهم المحن الصاهرة والفتن العاصرة صنعت من مجاهدي غزة وفلسطين أنقى وأصفى وأقوى المعادن البشرية، لأنها خلصتهم وصفتهم من شوائب الشرك والوثنية ومن علائق الطمع والتعلق بغير الله سبحانه ومن الخوف من كل ما سوى رب العزة. فهم مجاهد غزة وفلسطين هم الآن بمنزلة المهاجرين ولكن بدون أنصار. فالتخب حسابات المجرمين الذين يحلمون باستسلام الذين يحلمون
باستسلام أسود الله في غزة وفلسطين، ولتطفأ آمال الحاقدين على أهل الحق. فالمحتلون الغاصبون يواجهون اليوم جند الله، إنما يواجهون اليوم جند الله، وإن جند الله لا يهزم ولا يغلب. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وليعلم أعداء الإنسانية قاطبة أن المجاهدين في غزة وفلسطين لم يعودوا يبالون أو يلتفتون إلى المعميات والأضاليل والأساطير التي تلف العالم، لأنهم تجاوزوا لأن المجاهدين في غزة وفلسطين تجاوزوا مرحلة الوهم والطمع في السراب، وواجهوا الحقيقة التي يحاول كثير من الناس طمسها بإنشاء الغيوم والضباب من نسيج الباطل. إن الغزيين أبصروا، إن المجاهدين الغزيين أبصروا اليقين بنور بصائرهم وصفاء بصائرهم، أبصروا اليقين بنور قلوبهم وصفاء بصائرهم، فهم اليوم وحدهم بمنزلة حارثة الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وثبته بقوله: عرفت فالزم. لقد عرف المجاهدون الغزيون بل تيقنوا أن طريق النصر هو طريق الشهادة، وأن طريق الجنة هو طريق الاتباع والإخلاص والاستسلام لرب العزة. وإني أذكر من يتذكر أن الأرض أن تلك الأرض المباركة التي تضم في أحشائها عشرات الآلاف من الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعشقوا اللحاق بالرعيل الأول، وأن تلك الأرض التي تقل على ظهرها المغرمين العاشقين الراغبين بصدق في الشهادة وهم يحسنون الاتباع والإخلاص ويرضون بالاستسلام لباريهم سبحانه، لهي الأرض المباركة التي تبشر بفتح جديد وفرج قريب للإسلام والمسلمين بحول الله وقوته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.